اهلا بيكم حبايبي، وده اكشن بقى تاني مره. رايحين ان شاء الله برضو متقولي البلد اللي وريتها لكم قبل كده، بس في ناس عاوزين يعرفوا الطريق بالظبط. الطريق كده وانا جاي من دمياط الجديده الزرقاء، هو بعد الزرقاء اللي جاي من المنصوره، هي من المنصوره الطريق الزراعي نفس الاتجاه ده، وهي البلد اللي قبل بدايه دخله دمياط قبل الزرقاء على طول. هدخل برضو البلد نفس الدخله اوريكم الطريق بالظبط. احنا كده داخلين خلاص على مدخل البلد، يا رب يكون التصوير المره دي واضح. انا كده جايه من طريق دمياط الجديده الزرقاء، هي بينها وبين الزرقاء بالظبط 5 دقايق. دي دخله البلد نفس الحكايه، البلد كلها ادوات منزليه. بلد عالية بتاعت بيت الكولي، لو تعرف بيت الكولي عبد الله. تمام، أدوات منزلية، سين وأرقبال وكريستال وفي كمان سجاد، كل الأدوات المنزلية هنا. وطبعا حلل بقى السين، كل الأدوات المنزلية، تجهيز العرايس هنا من ألف للياء يعني زي ما بيقولوا، بس مشهورة أكتر بأدوات المطبخ. في طبعا ناس بتبيع سجاد وأدوات منزل وأدوات كهربائية، بس الأغلبية اللي بيجي هنا، أنا وصل لكم كل المحلات أهي، كل المحلات دي ادوات منزليه على الجنب ده وعلى الجنب ده اهو. طب حضرتك بقى تيجوا تتفرجوا، بس انا بختار لكم دايما الاماكن اللي انا جربتها ومتاكده من سعرها. معلش بقى انا بصور جوه العربيه، فيا رب التصوير يكون واضح المره دي ان شاء الله. بصوا كده انا هقرب لكم من المول اللي انا ما بدخل فيه، عشان كنت عاوز تشوفوا منظره من بره. المدخل اهو بتاع المول يا جماعه اهو، وهصور لكم الدخله بالظبط عشان لما تيجوا وانتوا داخلين من البلد هو يبقى على ايدكم الشمال ان شاء الله اهو. في كذا محل في المول، بس انا هدخل طبعا عند محل تيمور. يلا ندخل سوا. المول اهو كلها ادوات منزليه اهو. انا كمان محلات على ايدي دي، انا بقى هوصف لكم بالظبط عشان المره اللي فاتت انتوا ما كنتوش قادرين تعرفوا بالظبط الدخله دي كده. تمام اهو، طبعا من حقكم تتفرجوا على اي محل. هدخل معاكم كده بقى جوه المحل اهو، اليافطه بتاعت المحل اهي، الاسم اهو لو انتوا عايزين توقفوا شوفوا الرقمين، هما الرقمين تبع بعض. هذا اسم صاحب المحل، هو اخوه، هو ده كده المحل اهو، ده جزء من المحل، فرع تاني اهو برضو اهو. ندخل دلوقتي بقى ونشوف ايه هنتفرج على ايه النهارده. يلا ندخل نقول السلام عليكم بقى المره دي كمان. هندخل المحل اصور لكم حاجه انا شخصيا عجباني جدا وحاسه ان هي حاجه كبيره. طبعا دي الاطقم الصيني اللي انا صورتها لكم قبل كده اهي، بعد لكم بقى عليها النظر تاني اهي، بس شوفوا بقى الجمال بقى اللي انا هوريه لكم ده. شايفين الاستكانات دي حاجه كده روعه. انا هوريكم كل حاجه لوحدها. شايفين عامل ازاي؟ شايفين بقى الشياكه والجمال اهو. ده على النظام التركي طبعا، هو ده صيني مش كده، بس هو على طبعا كل الاشكال التركي والمطابخ التركيه. شكله رائع مع الصينيه بتاعته 6 بالطبق بتاع السكينه بتاع القهوه، وهم طبعا بيشربوا الشاي في ده في الصغير ده، ومعانا كمان الكبيره دي ممكن تحط عليها بقى مش عارفه ايه صراحه، يعني ما تاخدش حاجه، ما تاخدش اي مخبوزات. جوزي بيقول لي ومعاها الصينيه بتاعتها الكبيره، فشوفوا الطقم عامل ازاي تحفه، حلو جدا. ده الخامه بتاعته اركو بايركس ازاز، هو اقرب منه الازاز، وطبعا عاوز يتعمل محضر، بس هو شيك قوي. الجميل بقى كمان الايه، الطقم الجاتوه ده 6 قطع اهو، 6 قطع اهو.
للجاتو، فده شكل جديد صراحة. الحاجات دي انا اول مرة اشوفها وعجباني قوي، واكيد هتعجب العريس جدا. والسيركيس بقى الكبير بقى بتاع التورتاية بتاع الفطاير بتاع المخبوزات، رائع. شكل تاني بقى من الاستكانات اهو، حلوة قوي باندا مكتوب عليها كمان. شوف بقى الطبق بتاعها، طبعا هي 6 قطع برضو الطبق بتاعها. لا يعني انت ممكن تحطي، بصي هنا دايره اهي، هتحطي الكوبايه كده معاها بقى البسكوت بتاعها، معاها حاجات مقرمشات، معاها بقى الفطاير بتاعتها كمان والمكسر والمكسرات. اصحاب المحل ايه هيدلعكم، هو هيبيع لكم الطبق ان شاء الله بالمكسرات. يا جماعه العرض قايمه، العرض قايم، فز ومش فول سوداني. اللي ياخد الطقم ده من مستر تيمور مع المكسرات بتاعته، حلو جدا. الدايره شوف شوف الطبق عامل ازاي، الدايره دي اللي كده اهو مع المكسرات بتاعتها، طقم رائع جدا جدا للعرايس، وشيك جدا صراحه. يعني انا شايفه ان هو طقم جديد منه. بقى شكل تاني اهو هوريه لكم، شايفين ده البتاع بتاعته حمرا والتسبيره دي كده. بصوا بقى برده معاه 6 اطباق، بس شوفوا الطبق هنا عامل ازاي اهو، نفس التاني بس التشجيره بتاعتي مختلفه اهو، تحفه حلوه قوي. على فكره دي ثابته، لان دي اهي غويطه لتحت فدي ثابته. معلش بقى الصوت، عشان طبعا زمان في المحل فالصوت بتاعي ممكن يكون مغري شويه. تحفه فنيه صراحه، مش عارفه اظبطه، مش مشكله. الشكل التاني منه اهو الاخضر ده اهو، واضح كده، ونفس الحكايه بتاعت الطبق بتاعها، مش مشكله. احنا ممكن شويه اهو، يا رب تكون الصوره واضحه. بقى القطعة المميزة دي، شايفين دي بقى للكيك والانجليش كيك والمخبوزات، حلوة جدا. الصوص رول عشان واخدة الشكل ده، ده اكريليك، دي بايركس، اركو بايركس ازاز اهي. انا اوريكم بقية القطع، لكن دي اكريليك اهي بلاستيك، فطبعا ما تتكسرش، حلوة قوي عملية اهي. ومعاها القطعة دي برضو، معاه ايه الاطباق بتاعته، كل طبق هم طبعا معاه 6 اطباق اهو، واخد الشكل الزجزاج ده. فشكله صراحه صورتها فشكله رائع، هفرض لكم الوقت طبعا كله جنب بعضه. ده الصوص رول يا جماعه، والانجليش كيك والكب كيك والكلام ده. معانا بقى الرائعه دي بتاعه التورتايه، دي انا لازم بقى ايه افردها لكم. بصوا برده اكريليك اهو، شفافة، معاها اللي بتقطع تورته مشنشرة من هنا عشان تقطيع التورتاية. أنا شايفة إن القطعة مميزة جدا، ومعاها 6 اطباق أهم، وبقيتهم هنا، وطبق اللي يتحط عليه التورتاية ممكن تقدمها بقى صينية، ممكن تحط عليها فاكهة، فهو طقم شيك جدا. يا رب بس يكون الشكل واضح. أطقم دي جديد قوي وشكلها حلو جدا، بتدخلني بقى في إيه، في المطبخ التركي. الصورة يا رب تكون واضحة كده، واضح التصوير، نعزرها لكم عن قرب. الطقم ده كده بيدخلني في جو اليابان وجو الصين اهو، بتاعة التورتة لوحدها طبق، ممكن تحط كمان فيه فطاير مش تورتة بس، وتحافظ عليه بقى كمان عشان ما ينشفش، وعشان ما لو كحكه او حاجات من دي ما تحلش مني. ومعايا الاطباق بتاعتها بصراحه، طقم شيك جدا 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 ومبهج، الوانه كمان مبهجه وجديد وغير تقليدي. انا هظبطه بقى وهضيف كمان حاجات اروع لو حد بيخاف من الازاز ده. اركو بايركس يا جماعه، يعني ازاز اكتر منه حاجه ثانيه. هعرفه طقم ثاني قوي. بصوا كده يا جماعه، انا عاوزه اقول لكم بقى حاجه بالنسبه لك ايه اكتشاف كده في المحل. دي الحاجات دي كلها مش ازاز، الحاجات دي كلها ولا اركو بايركس، الحاجات دي كلها اكلير. شايفين التحفه الفنيه دي، دياتي اهي لبانه السكريه بتاعت الشاي، حلوه جدا وشيك جدا.
ما تحسيش ان هي مش ازاز شيك قوي قوي، ده اكريل اهو، ومعايا بتاعت التسالي، ومعايا سكريه، والاطباق دي لوحدها مش طقم ولا حاجه اهي. ميدن ايه؟ نشوف ميدن ايه. صناعه تايواني، تايواني اهي، حلو قوي شيك جدا. عاوزه بقى اقرب. ده ممكن تحط فيه الفاكهه عادي شيك قوي من الغطا بتاعه، او تورتايه هي زي اللي احنا وريناها، بس التاني كان بايركس كله كان غطا اكريل، والتاني ازاز، ده كله اكريل اهو بلاستيك، كله ميدن تايوان، يعني خامته نظيفه. معايا البوله الكبيره دي بقى، ممكن تحط فيها اي فاكهه وتغطيها، او عيش، او او انا هجيب لكم حاجات هنا اقرب لكم واوريها لكم. دي بصوا بتاعت العسل. الاسعار بقى في حاجات ب90 وحاجات ب100 و120، اخر حاجه 300 و500، 300 و400. بصوا دي بتاع العسل طبعا حسب الحجم بتاعته، دي اعتقد ب90، وديت سكريه زي دي، زي السكريه دي بس الحجم بتاعها مختلف. وده طبق فاكهه، انا عندي طبق فاكهه اهو، انا شايفه والله ده حلو جدا عن الكريستال، عامل ما يتكسرش. وده طبق فاكهه بس باطه مختلف شويه. بصوا ده ممكن نحط فيه كحك، لان ده غويط اهو من الفاكهه، وده مسطح شويه، فده عندي باطه. وده بتحط فيه الباكيتات بقى بتاعت الشاي، فتح منين؟ من هنا اعتقد كده. باكيتات بقى الشاي والنعناع والكلام ده بحطيه على السفره اهو، مع اللبانه والسكريه اهو، شيك جدا. يعني انت لو حطيتهم كده مع بعض طق، حلوين قوي على السفره ومش ازاز. دي هي المعالق والشوك، بس انا شايفاها ممكن تحط فيها مقرمشات مسليات، لانها لها غطا وبتحتفظ بيها. عاوزه اوريكم دي بقى، دي بقى ايه كده المعالق بتاعتها اهي، اخرجها واوريها لكم. دي بقى ايه اختراع يا كوتش، بصوا انا قطع فيها، بصوا دي بتلف كده اهي، دي المعلقه والشوكه بتاعتها. بصوا كمان القطعه تحت بيتحط فيها ايه بقى، هي اهي شيك قوي. هنا بتحط تلج لو هتحط فاكهه، لو هتحط سلطه، لو هتعملي مثلا سلطه فتوش، وهنا مثلا الحاجات اللي هي العيش عشان ما ينشفش، او الدريسنج بتاع السلطه بتاعتك، مش عاوز تحط الدريسنج على السلطه عشان بص حلوه جدا اهي. اهو المعالق بتاعتها، القطعه دي جميله قوي صراحه، عجباني جدا واول مره اشوفها. فالحاجات الاكريليك دي يا جماعه حلوه، سعرها معقول، كمان ما بتتكسرش كده، بتركب كده شيك قوي. انا هجيب لكم كمان صوره بقى نهائيه لهم، اتفرجوا كده عليهم بالراحه كده، الكاميرا تركز عليهم بالراحه، كل قطعه لوحدها. دي برضه سكريه، غير السكريه دي، وغير السكريه دي شكلها مختلف. وممكن نحط هنا باكيتات الشاي، حلوين جدا 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 وعمليين وما يتكسروش. يعني لو حد يبقى من النوع اللي الازاز ما بيستحملش معاه ما يتكسروش. انا هعمل لكم بقى فيديو كده في الاخر لكل الحاجات، وهقول لكم اسعار الحاجات الثانيه. بصوا الاسعار هنا بتبدا عندي ايه، عندي حاجات ب200 الاستكانات دي، وعندي حاجات 250 اشكالهم ثانيه عشان تركزوا فيهم يا جماعه اهو. واخر حاجه فيهم لغايه 350، ونطقم على بعضها بتاعه الكيك والانجليش كيك والكب كيك وبتاعه التورته اهو.
يا رب ان شاء الله التقرير النهارده يكون عاجبكم. اكتبوا لي بقى في الكومنتات، هسيب لكم برده اسم المحل تاني في صندوق الوصف ورقم التليفون، اي حاجه صاحب المحل معاكم في اي وقت. وهو وعدنا ان شاء الله اللي لكم كمان ايه خصم لمتابعين القناه. شوفوا بقى ان شاء الله التقرير التاني عاوزينه عن ايه. المره الجايه باذن الله اعمل لكم عن الحلل وانواع الحلل وافضلها والخامة بتاعتها بقى الجرانيت والتفال والستيل والاسعار بتاعتها ان شاء الله. اشوفكم الحلقه الجايه مع اكلات وحكايات جيجي، ويا رب ان شاء الله تقرير النهارده يكون عجبكم. معلش في الصوت بقى عشان في زبائن في المحل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.